وفي حالات كثيرة وجدت بعض الناس جاهزين للانفجار، يعني لا على حالات متعددة، يعني واحد مثلا لمس سيارتك يعني بشكل بسيط جدا، يعني تجد الآخر ينزل وينزل وهو منفعل وقلق ومتوتر وجاهز للضرب. ومرة واحد نزل، أنا كنت في تاكس ونزل واحد بالشكل هذا، يعني رأى أن الذي يقود السيارة أجنبي يعني بين قوسين، ولذلك نزل هو يريد أن يعطيه يعني شيئا، لكن لما كأنه لما رأى أن هناك آخر من نفس البلد يعني تراجع وجعل القصة هنا نصيحة وتوبيخ يعني. فالحقيقة نحتاج إلى أن نتعلم أخلاق الطريق وأن نتأمل أن نكون من عباد الرحمن الموعودين بالجنان، الذين أول صفاتهم هذه، أول صفاتهم ما يدل على أنها أهم صفاتهم والله أعلم، أو أظهر، لا أقول أهم لكن أظهر صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام.